يا أخي أنا زعلان قوي. أقول لك زعلان ليه بصراحة بقى، لأنه البنية الصناعية في مصر مش بتتطور. البنية الصناعية اللي في مصر تحس إنها كده قديمة من قبل التاريخ، يعني مما قبل التاريخ. البنية الصناعية اللي في مصر ما بتطلعش لقدام ليه؟ أنا مش قادر أفهم. مش معقول يا جماعة، لازم ناخد بالنا من مسألة الصناعة، لازم ناخد بالنا إنه مصر لازم بقى تتطور صناعيا. مش عارف ليه بيحصل تجاهل لهذا القطاع العظيم، بدليل إن أنت بتعمل صناعة سيارات كهرباء، بدليل إن أنت بتعمل صناعات عسكرية، بدليل إن أنت بتشتغل على توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، بدليل إن حضرتك بتوجيه مباشر للرئيس، الرئيس بيتابع جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لأصحاب القدرات الخاصة. نفسي أعرف مين اللي قاعد عمال بيشتغل في ذهنية بعض الناس يقول لهم فين الصناعة، عشان الجملة دي اتقالت لي كذا مرة، ويتقال لي أصل الصناعة عندنا ولازم ونهتم. هو ده مش اهتمام؟ هو احنا نسينا قبل 2014 كان الوضع عامل ازاي؟ لكن هرجعك على الموضوع الرئيسي اللي بجد بتكلم فيه، صناعة أطراف صناعية وأجهزة تعويضية عندنا في مصر. أنا معرفش إذا كان عندنا هذا النوع من الصناعة قبل كده ولا لأ، وحجمها كان إيه إذا كانت موجودة، بس أهمية توطين الصناعة دي هنا لازم نرجع فورا لدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية. أهلا 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 بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، وإزاي حضرتك؟ إزاي صحة حضرتك أهم حاجة؟ طبعا أنا بشوفك كل يوم ويعني بشجع، وربنا يديك الصحة يعني. يا بختي، ده شرف ليا يا دكتور، شرف ليا. الله يخليك يا فندم. واعذرني على المقدمة اللي كانت تبدو وكأنها عجيبة حبتين، لأنه الناس أو بعض الناس طول الوقت يعترض دون أن يكون لديه معلومة واضحة وحقيقية. ولهذا أرجع لدكتور محمد عوض تاج الدين، صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية يا دكتور، أهمية هذه الصناعة وتوطينها في مصر إيه؟ وكان حجمها قبل كده إذا كانت موجودة أصلا قد إيه؟ شوف حضرتك، هذا الموضوع أنا بحب أتكلم معاك دايما بالتفاصيل والوضوح الكامل يعني. يا بختي. هذا الموضوع موضوع في منتهى الأهمية. حلو. وبيعكس فكر استراتيجي، وقد إيه أنت بترفع المعاناة عن الإنسان المصري عنده مشاكل في الإعاقة. الإعاقة دي قد تكون خلقية، يعني اتولد بيها، قد تكون نتيجة المرض زي بعض حالات مرض السكر، وقد تكون نتيجة لإصابات، سواء إصابات يعني حوادث او كوارث او حاجه من الحاجات دي كلها. ايوه. كانت موجوده في مصر، كانت موجوده. جزء منها كان موجود في مؤسسات حكوميه. وجزء اخر كبير كان موجود في مؤسسات اهليه، وفي صناع موجودين على مدى سنوات طويله جدا، لدرجه ان في عائلات كانت متخصصه في هذه الجزئيه. كويس. التطور على المستوى العالمي في هذه القضيه، هذا الموضوع يا استاذ يوسف، عمال ما وصلنا ان احنا يعني يقعد معانا سياده الرئيس النهارده ونناقش هذا الموضوع بقاله سنتين ثلاثه. Yeah. في دراسه مستفيضه علميه عميقه جدا على مختلف المستويات. فالنهارده التطور بقى تطور مذهل، لدرجه النهارده بقى فيه صناعه عالميه تخلي الأطراف الصناعية ممكن المريض يحس بيها، بمعنى إن المريض اللي مركب مثلا إيد صناعية ممكن يحط إيد ويحس حاجة أو يمسك حاجة أو يعمل أنجية مع مراته أو هي مع زوجها. شوف بقى وصل التطور إيه بقى، حاجات مذهلة. فالنهاردة أنت لما بتوطي الصناعة وبتتكلم فيها على مستويات عالمية بخبرة عالمية بتمارس هذه القضية مع الخبرة المصرية، وتوصل إلى هذه المستويات اللي هو بيسموه up to date، يعني احنا وصلنا لإيه في الحتة الفلانية ونجيبها نوطنها في مصر. أيوه. شوف قد إيه حضرتك بترفع المعاناة عن الإنسان اللي عنده هذه الإصابة، وعن أسرته وعن أصدقائه وعن اللي محيطين بيه. وبعدين التعامل مع هذه القضية، في يعني مراجع عالمية حتى 60 مكون عشان توصل إلى البرفكشن
في هذه الصناعة. الكمال. خطوة خطوة. وبعدين الطرف الصناعي لازم يكون معمول بطريقة جيدة، يتركب بطريقة جيدة، يصان بطريقة جيدة، ولو حصل فيه أي خلل أو ما بقاش يقدر الإنسان يستعمله لأنه فشل، يقدر يعمل واحد تاني. وهنا دي أطراف صناعية يمكن في 70-80 نوع منها اللي بيحتاجه الإنسان اللي محتاجها، إذا ممكن قدم، ممكن ركبة، ممكن رئة، ممكن يعني طرف كاملا إلى آخره. وعلى الجانب الآخر أنت محتاج في كراسي. النهاردة إحنا واخدين إن الكرسي يقعد عليه المعاق أو المصاب وحد يزقه، لكن النهاردة وصل التطور إلى كراسي كهربائية طبعا يديرها المعاق نفسه. وزي ما انت بتشوف في بعض الأحيان المعاقين دول ساعات بيلعبوا مباريات طبعا بيستخدمين هذه الكراسي. عصا، العصا دي العصا اللي بيمسكها اللي عنده مشكلة في ظهره أو في رجله، يعني قد تبدأ من الواحد بيجيب جزء من الشجرة يعملها عصا، إلى عصا مش معمولة بالمعايير العلمية، يا ترى ظهرك يتفرد قد إيه أو يتني قد إيه إلى آخره. النهاردة لما هذه المنظومة أو الكيان الضخم اللي هيتعمل للأطراف الصناعية والوسائل المساعدة بكل مكوناتها، حاجة يعني هتبقى مشرفة وإضافة جديدة جدا لمصر، وهدفها في الآخر هو يعني راحة المرضى أو المصابين وأسرهم. طب دكتور يعني وعلى هامشها، اتفضل يا فندم. لا يا فندم كمل يا فندم، أنا هسأل في الآخر. على هامشها هتعمل مدارس كانت موجودة فعلا، في مدرسة في إمبابة تابعة وزارة الصحة، وفي معهد المدرسة تابعة التربية والتعليم والمعهد تابعة وزارة الصحة، هتعمل كوادر بشرية تؤهلها بالطرق الحديثة، هتعمل أقسام في كليات التكنولوجية لهذا التخصص، مش بس عشان أصون أو أركب أو أرعى المريض، لا أيضا نعمل صناع يستطيعوا إن هم يعني يؤدوا هذه المهمة. رائع رائع. طيب وعشرات الناس ادمجوا في هذا الكيان الكبير وكل مكوناته، يعني لازم الناس دي تاكل عيش وعندها اسر وعندها صح يعني اماكن بقى لها فتره طويله، يعني جزء من المنظومه انك تساعد وتساهم وتؤهل اولئك الناس للمساعده. ده معناه يا فندم في مصانع في مصر؟ اه في سوف تدمج في الطرق الحديثه للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في هذا الاتجاه. أنا كنت لسه هسأل على كده، مسألة الخبرات السابقة اللي حضرتك أشرت ليها، خبرات في التصنيع وما إلى ذلك، هيتم دمجها داخل الكيان، فحضرتك جاوبت لنا على دي الحمد لله. هيبقى بالزبط. برضو سؤالي اللي هتأكد منه من المعلومة اللي حضرتك برضو ذكرتها، إحنا مش بس بنشتغل على مسألة التصنيع، أي التصنيع التقليدي للأطراف الصناعية أو أجهزة تعويضية بالشكل التقليدي، أنا هصنع بنفس المعايير وبنفس التكنولوجيات اللي وصل لها العالم. بالظبط يا فندم، والقواعد موجوده، يعني الكتيب انا معايا الكتيب اللي فيه كل المقاييس اللي حطها الدبليو اتش او باحسن خبراء في العالم، وناس راجعوا عليهم خبراء تانيين، وناس راجعوا عليهم خبراء تالتين عشان تحط الستاندرز او المستويات او المعايير العالميه اللي تقدر تطبق بيها. والكتيب ده من A to Z، يعني هتعمل ايه، هتجيب الناس ازاي، تدربهم ازاي، تعمل المصنع مكوناته ازاي، وطبعا احنا نعمله مع شراكة اجنبية، احسن شركات في خبرة في كل مكون من المكونات دي سوف تساهم في هذا الكيان. طب انا هنا هسأل سؤال يمكن يكون شوية صغيرة بعيد، بس هو مرتبط بالحلم. يعني انا بني ادم أظن حالم بطبعي، يعني هل إحنا ده معناه إن إحنا ممكن في المستقبل أدخل في توطين أيضا أو مراحل لتوطين صناعة الأجهزة الطبية المتفوقة، أجهزة الأشعة وما إلى ذلك؟ يعني هل ده وارد؟ لازم تبدأ طبعا يا فندم. طبعا إحنا مع الكيانات الكبيرة جدا العملاقة بنتكلم معهم دلوقتي زي ما بنتكلم على توطين مكونات الدواء اللي هي المواد الكيماويه والخامات الدوائيه. أيوه.
زي ما بنتكلم على توطين صناعة الأدوية الحديثة اللي فيها بايو تكنولوجي وفيها جين ثيرابي وفيها الكلام ده كله. وده طبعا سوف يتأتى، انت عندك خبرات وعندك ناس موجودة صحيح، لكن لما بدخنهم في كيان ضخم يعني طلعات دولة بتبقى بتفرق كتير قوي. لان مهما كان قدرات اي مصنع، يعني اي مصنع بيتعمل في الاخر هو معمول عشان اقتصاديا، انا بعمل المصنع أكيد. ده عشان اعمل الحاجة دي عشان اكسب اكيد. طيب والدولة مش عايزة تكسب؟ لا عايزة تكسب، بس في الاخر لما انت بتصرف، وهذا توجه السيد الرئيس دايما في هذه الامور، لما انت بتصرف عشان تعمل حاجه توطنها في مصر، قد تصرف النهارده لكن قد يجي لك العائد بعد سنه او اثنين او ثلاثه وهيحصل فعلا. صحيح. وبعدين لما انت بتعملهم بالمستويات العالميه يبقى انت بتغطي السوق المصري، وكمان تقدر تصدر. ولما تخش شراكه مع شركه اجنبيه بتقول لهم انا هحمل اسمكم في الاول عشان تسوقوا لي هذا المنتج. صح 100%. انا مش يعني حاجه ثانيه بقى سيادتك، ودي مهمه اخرى. اتفضل يا فندم. الدراسه بتشمل الاحصائيات الدقيقه للحالات الموجوده والحالات المتوقعه، عشان لما اجي اعمل مصنع او اجي انتج، يا ترى انا محتاج 100 جهاز ولا 1000 ولا 10000، واقدر اعمل كل ما بتعملهم بطريقه اقتصاديه يبقى انت التكلفه بتقل والعائد يتحسن. طبعا طبعا. وزي ما قلت لسيادتك، وزائد الهدف الاخر وهو التصدير كصناعه بتصدر وتبقى في عائد اضافي وبتحمل اسم اجنبي معاك، يبقى انت بتقول هذه الماركه احسن ماركه في العالم، وانا صحيح صنع في مصر بهذه المعايير العالميه. باذن الله، لحد ما هيبقى في عندنا الماركه الوطنيه بتاعتنا في يوم من الايام، واظنه لم يعد بعيدا يعني. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، كل الشكر لحضرتك دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه الوقائيه. الف 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 شكر.